السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمنى نلقاكم هذا لا أنتم نتوما بخير وصحه جيده يا رب المهم الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غيكون كذلك وفكرة ديال طبق الضيافه وكذلك ممكن انه يدار للعائله ولا اللي بغيتو كيدار كي بشكل كبير وكيقدر يدار بشكل فردي المميز في هذه الوصفه هي هذه العطريه المكسيكيه البنات آه والطريقه باش غادي نطيبوا الدجاج غادي ناخذ واحد الدجاجه نكون حيدنا جلده ونقيناها مزيان وغادي نديروا ليها هاد العطريه التاليه راه صراحه كت كت كتحيد المذاق ديال الدجاج أه كيولي عنده واحد المذاق زوين غادي ناخذوا الكميه اللي عندنا انا كي قلت لكم ناخذوا الدجاجه ما بين 2 كيلو ونص ل 3 حيت هي الاساس وغادي نضيفوا ليها عندنا ورقه سيدنا موسى عندنا الزعتر أه شويه ديال اليازير توما في صوص غادي نكتب لكم هذه المقادير تحت الفيديو باش هاكتا اللي بغى هاكا يسكرينيها ولا شي حاجه كيف قلت لكم هذه العطريه المكسيكيه هي اللي كتعطي هذاك المذاق المميز وصافي غادي نزيدوا الملحه وشويه البزار الزعتر هذه راه مكونات بسيطه البنات غادي نضيفوا لها واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه وكاس ديال الماء وباش غنزيدو نسمو هكذاك كنسمو واحد جوج حبات ثلاثة ديال خيزو يعني إلا كان كبير ديرو جوج حبات كان صغيرة ومتوسط ديرو ثلاثه وغندير البصله هكا غنديرها غير شنايف غادي نسلدها هكدا ونديرها معاه وصافي غادي نحاول نخلط هادشي كامل غادي نسد عليه في كوكوط تقريبا واحد 20 دقيقة خمسة وعشرين دقيقة بما طاب لينا الدجاج ولكن على نار مهيلة البنات نخليوه على نار مهيلة باش يطيب على خاطرو وفي هذه الاثناء غادي ندوز باش نوجد شرمولة غناخذ تقريبا واحد القبيطه مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس اولا زلافه مقطعه ما بين القزبر والمعدنوس غنقطعوها مزيان وغادي ندوزو باش نضيفو ليها باقي آه المنسمات اللي غنضيف غادي نتعاملوا مع البنات بحال اللي غادي, غادي نوجدوا الشرموله ديال البسطيله هاد الشرموله هي الاساس ديال هاد الوصفه كتعطي مذاق خطير البنات العناصر اللي غنضيفو غناخذوا هذيك الربيع غنضيفوا خليط ما بين زيت نباتي وزيت زيتون تقريبا كاس لا ربع حتى الكأس غادي نضيف واحد المعلقه ديال صلصه الطماطم مركزه غادي نضيف واحد نص حامضه صغيره من ديالها بصيره غادي نقطعوها رقيق غادي نضيف واحد معلقه جوج معالق ديال عسل حامض الهريسه ضروري البنات الهريسه مع حيت الوصفه كتبغي تجي فيها الحرور تقريبا ربعه الفصوص ديال الثومه حتى الخمسه كبارين وكذلك غادي نضيفو البنات الكبار انا الكبار حتى غادي نطيب هاد الشرموله واحد الحاجه حتى في البسطيله البنات كل ما الشرموله طابت كتجي واحد المذاق رائع آه غادي نطيبها هاد الشرموله نديرها فوق العافيه طيب مزيان عاد نضيف ليها داك الكبار الكبار البنات راه كتلقاو عند هذا عند موز الزيتون راه كيجي كي في بسطيله الحوت كيجي بنات زوين بزاف ضروري تجربوه وكيجي كذلك في هذه الوصفه راه كيكون رقيق ممكن تقدروا كاع تقرضوه الا بغيتو ما بغيتوش خليوه بحال هكا صافي كنضيفوه لهاد الشرموله وكنخليوها على جنب حيت هي اللي غادي نضيفوها للدجاج ونسمو بها الشعريه الصينيه والباقي المكونات وغادي ندوز غادي ندير واحد المقيله ندير فيها واحد شويه زيت الزيتون وغادي ندير فيها هاد الكروفيت هو اللي باش غادي نزين غادي نديرها في هاد المقله وغنعاود نستخدمها انا حيت بغيت تبقى عندي ديك نسمه الكروفيت في المقله غادي نرش عليها واحد الرشيشه ديال ديال الزعتر وحكا حكا ديال الثومه هذه دي باش كنسمو الكروفيت كتجي المذاق ديالو زوين المهم غادي نحتاج واحد ثلاثه ديال البورو انا صراحه ما كانش متوفر عندي طري كان عندي غير هذا في الفريجو كنديرو في صوبا ولا في شي حاجه ويمكن صراحه كيجي طري احسن انا غير ديبانيت بيه وصافي حيت الوصفه هذه دي دي الطبق ديالنا العائله وضفت كذلك الكروفيت مكمجلي حتى هو من الاحسن يكون طري وضفت البور وهذا الشامبينيون واغ اللي كنا ديجا رطبناه في هذه الاثناء الدجاج كان طاب طفينا عليه وحيدناه كي كتشوفوا غادي نحاولوا نقطعوه ون هاديك بالنسبه للخيزو والبصيله راه ممكن انا بها دي صوص كتجي صوص رائع ولكن ما غنستخدمهاش في هذه الوصفه كيف قلت لكم في البسطيله ديال الدجاج من الاحسن ستر ديال الدجاج و... يعني جميع الطريفات نقطعهم بمقص هكا في... ما كنخليومش مشركين كنقطعوهم في العرض باش كتجي العضه ديالو زوين وكيجي طري تقريبا اربعه المعالق ديال ديك الشرموله وكنسمو بها الدجاج هذا اللي غادي يعطيها واحد المذاق هائل للدجاج شعرية الصينيه كذلك كناخذ واحد الباكيه تقريبا حاولوا تأخذوا ديك الزرقاء خذوا الأخرى ديال الروز كتجي احسن صافي غادي نخلط الدجاج مع الشعريه الصينيه انا كنحاول البنات نسرح ونختصر الفيديو باش ما يجيكمش طويل وممل ونعطيكم غير الاساسي في الوصفه لكن كان فيها شي نقص هذيك الساعه في التعاليق كيف قلت لكم الوصفه غتكون بالكنافه راه ممكن ديروها بالورقه غير حنا بغينا نديروها شويه مختلفه شدينا الزبده درناها حتى ولات نوازيت وضفت ليها العطريه ديال الشاورما آه هي اللي غتعطي واحد اللون احمر هكذا كيجي زوين وكناخذوا هذيك الكنافه قطعناها آه حاولوا تقطعوها مزيان وغنحاولوا ندخلوا فيها الزبده مزيان مزيان غير نعطوها الخاطر صافي غادي ناخذ ديك السنيه ديال البسطيله وغادي نطلقوا عليك الكنافه راه غديروا واحد الطبقه رقيقه البنات بحال اللي غادي نديروا الورقه يعني باش ما نجيوش في الكنافه لا كتجي غير مغطيه لينا هذيك الحشوه كنلبسو مزيان في المول كنحاولوا نطلعوا من الجناب انا هنا البنات ما درتش كميه كثيره ديال الزبده نظرا لان الدار ديالنا راك عارف الوالدين شويه كي كضرهم المعده وداك الشيء كنحاولوا نقصوا اما هي صراحه الكونه راه كتبغي الزبده البنات خاصها تلبس مزيان بالزبده باش كتجيكم مقرمشه وكتجي بنينه أه هكا لا كان شي طبقه ديال الضيافه راه حنا خاصنا نديرو فيه الزبده صافي غادي ندير هاد الحشوه وغادي ندير هكا طبقه اولى البنات هذه الوصفه راه ب يعني هذه هي الاساس ديالها هو الدجاج بالطريقه اللي عطيتكم ولكن عوض الكروفيت وديك الطبقه الثانيه اللي غندير ممكن ديروها بالكفته ممكن ديروها بالشاركوتري ممكن ديروا ثلاثه طبقات ممكن ديروا الكفته والشاركوتري كتجي زوينه وهاد الدجاج كطبقه اولى اكيد وبنات حاجه اخرى انا ما درتهاش حيت ما كنبغيهاش ولكن راه ضروري اللي بغيتو الوصفه تجيكم ملبسه زعما بنينا كنديروا لا كريم فريش على هاد الطبقه الثانيه سواء كان كروفيت سواء كان كفته كنديروا لا كريم فريش باش كتجي الوسط ديال الكنافه ما كيجيش ناشف كيجي شويه هكا طري معلك هذا هو المصطلح كيجي معلك انا هنا ما ما, ما كتعجبنيش الصراحه ما درتهاش كاين في الاكل كي كنعرفوا راه اذواق المهم نتوما ديروا مع الذوق ديالكم غنحاولوا كيف قلت لكم نغطيو بطبقه اخرى ديال الكنافه غير شي حاجه رقيقه هكا غير باش ندرقوا الشكل ديالها صافي وندخلوها الفران كطاب على نار ميله جدا وكنبقاو راه دير ليها البال انا كنطيب في الفران ديال اي كنبقاو راه دير ليها البال كتبان لكم التحميره كتطلع من الجناب حيت درتو على نار مهيله راه كنتسناو غير الكنافه طيب كلشي راه طيب الوسط ايوا صافي هذه هذه هي الطريقه البنات نتمنى انكم تجربوها تعجبكم الوصفه ويعني وتخلو لي اراء ديالكم وتشجيعات ديالكم اكيد دمتم في رعايه الله غنخليكم مع باقي ديال التفاصيل وطريقه التزيين الى اللقاء في فيديو قادم